الشعب اللي خرج اللي كان واعي 22 فبراير ما خرج باش ينحي عصابة ولا ينحي مجموعة أشخاص، خرج باش ينحي لو سيستم كامل، باش يسقط لو سيستم كيما راه. واش معنى يسقط لو سيستم؟ الشعب المطلب نتاعو هو تحرير الجزائر، إسقاط لو سيستم هو تحرير الجزائر من الاستعمار بطريقة نهائية أو بصفة نهائية. دونك سي سا، ها هو المطلب نتاع الشعب، ماشي ينحي بوعلام ويجيب حسن، حقوق ما كانش، مستقبل ما كانش، ما كان والو. دونك الشعب واش طلب؟ طلب انه السيستم يتنحى يوم 22 فبراير، لكن لحد الان حاجه ما تغيرت. وحاجه ما تغيرت على لانه كانت الهبه الشعبيه، كان الشعب ناط صح. صح المشكل وين؟ سيكو الناس اللي الشعب كان يثق فيهم خدعوه، خدعوه وكذبوا عليه، وجهوه الاتجاه السيء، حتى ضرب الثوره هذه في حيط. لكن درك حنا لو سيران اوني لا باش نعاودوا نوجهوا الثوره هذه ونعاودوا نحيوها، بصح بطريقه تقنيه استراتيجيه تكتيكيه علميه، باش ننصروا الجزائر وتستقل الجزائر ونرجعوا للجزائر الحقيقيه والاصليه نتاعنا، الجزائر الامازيغيه، جزائر ماسينيسا. مادام هضرت على الموضوع هذا، العنوان تاع اليوم ايها الشعب الجزائري، الجزائر محاصره. الجزائر محاصره من الاستعمار ومن الحكومه هذه تاع تبون وصحابه. اولا الجزائر العاصمه ولات منطقه مغلوقه على الشعب الجزائري، وكذلك المدن الكبرى في الجزائر. والكلاب هادو دركا نولي لهم، درك نولي لهم اكبر قباحه. شوفوا البوليسيه الكلاب بيكم بلي ميدسان ولي زانفيرمي اللي يخدموا مع لا بوليس. شوفوا لكن فو كرواي بلي النظام هذا راح يحميكم غدوه كي تنتصر الثوره، والله ما حماكم. جميع من بوليسي دار شونطاج لطفله القي عليها القبض في اطار الحراك، والله غير المقصله، اللهم اذا ما وصلتش انا. كون نوصل انا حق من سماه محمد المقصله، وماشي المقصله، المقصله نبداها لك من رجليك، ماشي تقطع لك راسك من رجليك ونجي طالع طرف طرف. تعرف علاه؟ باسكو حراير الجزائر ماشي طحان كيما انت ان سوفاج ان انكولت ان انيورو دير لها شونطاج وتقول لها ما تخدميش معانا نشيع بيك في الحومه نتاعك ونديرو ونديرو ونديرو. هاي رود علي راكم فيها ايها الشعب الجزائري، هم الكلاب اللي عطيتوهم فرصه. مثلا هادو الجماعه اللي يحركوا لكم في الاسلاميين على واه، تعرفوا علاه؟ لأن النظام هذا بيقدر يحرك الجيش الوطني الشعبي ضد الشعب، لازم يحرك الاسلاميين ويجيب خطر الاسلاميين والارهاب. في الحاله هذه الجيش يتحرك ضد الشعب وضد الاسلاميين، لانه الجيش كيتحرك يخلطها والله ما يعرف حاجه من حاجه. باسطو لامن الجزائر. وكذلك رساله من عندي الاسلاميين، لن تنالوا الحكم في الجزائر. وكون النظام هذا يلعب اللعبه كما تاع مصر ويسي يحطكم باش ينحيكم، نحاربكم في زوج. والخطره هذه ما كانش سلميه، فاصل الاسلاميين ما كانش سلميه، كاين لغه البارود والنحاس والرصاص. فاصل الاسلاميين ما كانش لغه اخرى، لانهم اسلام شيطاني مش الاسلام تاع ربي. الاسلامويين هم عناصر شيطانيه مدمره، باسكو جاو صح من الناس اللي عندهم النيه لنصره الله. ربي يقول لك من ينصر ان تنصروا الله ينصركم. هادو خدلهم في كل الدول، تعرفوا علاه؟ باسكو خباته وخماج. والتعديات هذه اللي قاعده تصرى، حنا نحوسوا نبنيو دوله القانون دوله الحريات. وين الحريات؟ اللي حابه تلبس حجاب تلبس، واللي حابه تلبس فيزو تلبس. واحد ما دخلوا في واحد، كيما حنا عايشين هنا في لوكسين ولا باس، كل واحد يعيش كيما يحب. لكن جيت حتم عقليتك عليا، عقليه الاعراب بطريق الصحراء، لا لا. الجزائر دولة أمازيغية أمر مفروغ منه، دولة أمازيغية أمر مفروغ منه. أي واحد يرفض الأمازيغية عليه يقلع من الجزائر. التمازيغ لازمها تولي، لازمها لغة تخلق وتجدد، ونعود الإحياء نتاعها بطريقة علمية، وتعاود تولي اللغة الوطنية الوحيدة التي تتداول بالدارة، ولو هذا طلب منا 10 سنين. الغاء كل اللغات الاخرى، تبقى لغات اجنبيه، لغات علميه اكسترا، لكن اللغه الرسميه تاع الجزائر تاع نوميديا الجديده تاع دوله ماسينيسا هي اللغه التمازيغيه. امازيغيه التمازيغ ريا
بعد ما نقيه بيان سور من الشوائب اللي جات عليه بحكم التاريخ، يعني الكلمات العربيه والفرنسيه خليوها تم زيغ حرفي بير، حتى من لي تيرم اللي يخصونا نخلقوهم بلا ميم فونيتيك امازيغ، وتدرس دراع وما كانش اداري فونكسيونير في الجزائر ما يعرفهاش، اللي اوبوزيوناني ما يقراهاش وما يتعلمهاش، بيان سور نحطوا الميكانيزمات للشيء هذا، ما يتعلمهاش والله راح يقول يعفى المهام نتاعو كموظف دوله. دونك تولوا النظام الخبيث هذا يحاصر في الجزائر. مثلا نقولها لكم ايوا الشعب الجزائري واش حابين يديروا؟ حابين الشعب ينفجر دون قياده، تعرفوا علاه؟ باه يقمعوه باسكو ما عندوش قياده، واحد ما يسمع له في العالم، العالم كله يغمض عينيه حتى يضربكم برصاص الغامض، العالم يغمض عينيه، لا ما عندكمش قياده، ما عندكمش قياده سياسيه، ما عندكمش مطلب سياسي. الناس اللي عيطوا دوله مدنيه ماشي عسكريه، نقول لهم انا ربي يهديكم اللي على نيتهم، والاخرين الاسلاميين نقول لهم الله ينعلكم. الجزائر كون تروحوا للعالم بكل اللونو تو لي بريزيدون دو موند تقصيهم تقول ما دي دوله عسكريه ولا مدنيه، يقول دوله مدنيه، وين هما العسكر في الحكم؟ اه قالك العسكر هو اللي يسير، ما كاش منها هذه، هذه لازم تثبتها بماده قانونيه، باش تقدر تعيط على دوله عسكريه باللي ماشي دوله مدنيه ماشي عسكريه. اللي يحب يعرف شي الدوله العسكريه يروح لبينوشي في وقته، وتشاوسيسكو في وقته، وستالين في وقته. دونك بركاو من الهبال، اتونسيون تنفجروا دون قياده ايها الشعب الجزائري، راح يجيكم قمع كبير. نعاود الرساله تاعي، شوفوا لي زوفيسي دو بوليس باسكو سي با لي زاوفيا سي لي زوفيسي، والله العظيم غير بالمقصره من صبعك الصغير تاع رجليك ونجي طالع سوز انستيزي تشوف بعينك تقطعك بالطرف تلحق راسك. مادام تديو بنات بنات الحرايه تديهم تدخلوهم للكوميساريا وتكونتروليهم سي لو بلان ميديكال وتهددوهم وزار البي تريشر، اي ميو فو اريتي سيت براتيك. واي بوليسي يديرها ماشي يعتبر حركي برك، يعتبر صهيوني، صهيوني تاع الصح ان فري. دونك حق القول عليه يقطع ارابا ارابا، بون نهضر بالمعاني باسكو كاين فاميليات يتفرجوا فينا، بصح نعاود نقولها البنات اللي هددوكم ريحوا في الديار ما تخرجوش، بصح راكم حاير وفحلات، والجزائر غدوة تعلق لكم وسام، الجزائر الحرة جديدة. وكذلك الشباب، بعض الشباب تعرضوا نفس الشيء ثاني. تفضل أستاذ حسين. جزاك الله خير رحماني جوست من انفورماسيون الشعب الجزائري، اللي إن شاء الله هني تبدا الجزائر الجديدة، يعرفوا في قيس دي جي سان علي التونسي، واش كان صاري مين اللي كانوا البوليسيات يدربوا في اللي نون يدوهم. ان شاء الله بربي هات لنا نقولوا هضروا كيقول لك رانا ما عليناش هذوك بوليسيات راهم على البنات اللي داو بالطريق نو هذه سي باش يعرفوا بلي الناس كان ملي في بلاصه باش يديروا ستاج على البوليس مي كانوا يستعملوا الارض اخرى